سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه في مرة من أحاديثه قال: المشكلة في كثير من الدول اليوم ليس في الموارد ولكن في إدارة الموارد. أهم ركيزة اليوم ممكن أخوي عبد العزيز تشتغل عليها كل الدول، مورد موجود عند كل الدول. شو المورد اللي تشترك فيه يوم كل الدول؟ في مورد كل الدول اليوم عندها، ما في دولة ما عندها هذا المورد. الإنسان رأس المال البشري، هذا مورد عندك. استغلال هذا المورد الصحيح هو الذي ينهض الدولة كلها. ترى فبداية بأنك تمسك ركيزة الإنسان وكل ما حوالين الإنسان، يعني خلينا نعملها بهالطريقة. اليوم الدولة تروح للإنسان، الإنسان واحتياجاته تخلق لك مجتمع بدني وبيئة حواليه. حلو، هذه أنت لما تبدأ أنت تنهمك في أنك أنت تخدم هذا الإنسان، ترجع للإنسان تحصل ازدهار، عمل لك اقتصاد وعمل لك مؤسسات نفع عام وعمل لك اقتصادات قوية والناتج المحلي ارتفع وصاروا عندهم شهادات علمية عالية. ليش؟ لأنك أنت كنت تعمل على تمهيد الطريق. فأنت إذا رحت للإنسان سوف وأنت منهمك في عملك كي تخلق هذه البيئة الجميلة للإنسان وتحافظ على البيئة وتستعمل الشجر ومناظر طبيعية وتحافظ على جودة الهواء، لما ترجع وراك تلقى هذا الإنسان ازدهر وتلقى اقتصادك قاعد يرتفع وتلقى الحياة جدا صارت جميلة داخل المجتمع. فأول ركيزة الإنسان، إدارة الموارد تبدأ بالإنسان وكل الركائز اللي بعدها تتبعها. طبعا بعد ما وجدت أنت الأمور صارت بهذه الطريقة، في شغلة جدا مهمة وكثير من الدول تعاني منها: محاربة الفساد، محاربة الصراعات. لأن ما في تنمية مع فساد وصراعات. نحن عجزنا، كل ما بحثنا ورقينا ورحنا وجينا لقينا لا يمكن أن تكون في تنمية في بلد فيها فساد أو فيها صراعات.